علمني الطفل أن أعفو وأصفح. هذا الخلق خلق عظيم، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، أمرنا أن نعفو وأن نصفح. في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما عن مصطح، مصطح هذا كان من قرابة أبي بكر الصديق، وكان مسكينا فقيرا لا يملك مالا، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينفق عليه ويغدق عليه بالأموال وبكل ما يملك. لكن الذي وقع أن حديثة الإفك، وهي قصة طويلة، أن حديثة الإفك وما وقع يعني للسيدة عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، تحدث المنافقون في يعني في هذه الحديثة، واتهموا السيدة عائشة رضي الله عنها بأنها فعلت الفاحشة مع صفوان بن المعطل، وهذا لم يكن أبدا، برأها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، فالله برأها في القرآن الكريم. مصطح هذا الذي كان ينفق عليه أبو بكر الصديق، وكذلك تكلم كما تكلم المنافقون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في السيدة عائشة رضي الله عنها، وكذلك قال فيها بأنها قد تفعل ذلك مع صفوان بن المعطل. هذا كلامه، كلام مصطح، كان سببا في أن يتوقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الإنفاق عليه والتصدق عليه، غضبا منه لأنه تكلم في ابنته الحصان الرزان، فتوقف عن الإنفاق عليه غضبا. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، وأبو بكر الصديق حلف وأقسم أن لا ينفق عليه، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا يأتلي، أي لا يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: بلى والله أحب أن يغفر الله لي، فعفى عنه وأصفح عنه وسامحه، ثم رجع أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينفق عليه ويعطيه ويكرمه.